لا لا طبعا، ولكن هو من ايه ضمن بقى؟ الكلام اللي بيتقال على الكابتن وليد ايه؟ ان حضرتك بتحابي نادي الزمالك. طب ما انا رديت عليك اهو، ده انا ايوه، كنت في خناقه ما هو انا بقول لك وطلع رئيس نادي الزمالك تجاوز في حقي في البطوله العربيه وانا ما رديتش، ده قناه ابو ظبي ردت عني. ما هو انت، احنا متعودين في النادي الاهلي، وقلت واعيد الكلام ده تاني، احنا عمرنا ما بنرد باللسان، عمرنا ما بنرد باللسان خالص. عندنا عندنا بس جمهور الاهلي مش عايز كده يا كابتن وليد، عارف؟ مش قصدي مش عايز كده، بس هو جمهور النادي الاهلي عايز يشوف دور الكابتن وليد صلاح حتى وهو خارج النادي الاهلي، هو ده اللي عايزينه. هي دوري بقى بعمله، مش ان انا ارد على سباب او على تجاوز. انا بخدم النادي الاهلي وانا جوه النادي الاهلي وانا بره النادي الاهلي. انا ياما خدمت النادي الاهلي في مليون الف حاجه بره النادي الاهلي، ده بحب وبعشق. اما كنت في نادي الاتحاد السكندري، هو يعني مين اللي مشارك في صفقه حسن مصطفى في النادي الاهلي؟ محمد فضل. واخر يوم للقيد مع النادي الاهلي كان هيحصل مشكله كبيره، خدناه نادي الاتحاد السكندري ولعب 6 شهور من اروع ما يكون. وانا عضو لجنه كره في النادي الاهلي 7 8 شهور متفرغ، جبنا 8 صفقات اعاده الهيبه للنادي الاهلي، حجازي ورامي ربيعه واحمد فتحي. احمد فتحي انا عامل له كميه تليفونات دولي اصلا، وكانوا مصلال قطعوا عليه النور والكهرباء في الفيلا وقعد وعمالين يعني، والسوليه وايفونا وجون انطوي واحمد الشيخ وصالح جمعه، يعني المجموعه اللي جت. احنا هنخدم النادي الاهلي، وانت بتخدم النادي الاهلي حتى وانت في القناه وانت بره القناه. فاكر لما كنت في القاهره والناس واستضفتني، كنت بتخدم النادي الاهلي طبعا وانت بره، يعني والله بحب وبعشق، ويعني نتمنى ان النادي الاهلي ده يكون احسن ما يكون ايا كان احنا كنا جوه ولا بره. طبعا فكره بقى ان انا اطلع كل فتره دي مثلا عشان من الافكار اللي بتقولها عشان ارد على اساءه، حاضر ابقى ماشي يعني، ابقى اطلع معاك كل فتره كده يعني ولكن هنا برضو ماشي، ما مفيش اي حد يعني، ما حدش اي بص